ضعف الجنس عند الرجال بيبقى فيه نسبة كبيرة جدا منه بتبقى نتيجة أسباب نفسية، نتيجة مثلا حاجة زي الاكتئاب أو مشاكل الحياة أو الاسترس بتاع الشغل أو مشاكل في البيت. في أسباب طبعا عضوية موجودة زي الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والقلب، ده حتى في بعض الأمراض زي أمراض القلب بنكتشفها عن طريق إن شكوى المريض أصلا من الضعف الجنسي، يعني ممكن يكون المريض ما عندوش شكوى من القلب لكن جاي يشتكي إن عنده ضعف جنسي فبنروح نخليه يكشف على القلب فبنكتشف إن عنده مشكلة في القلب فعلا. في بعض الأدوية بتؤدي إلى حدوث ضعف جنسي زي بعض أدوية الضغط أو الأدوية اللي هي بتأثر على مستوى الهرمونات في الجسم، دي برضه ممكن تؤدي إلى الضعف الجنسي. طبعا السمنة المفرطة وزيادة الوزن، زيادة الكوليسترول أو زيادة الدهون في الدم، طبعا دي كلها من ضمن الأسباب الكتير جدا اللي هي ممكن تعمل مشكلة في الانتصاب عند الرجال. طب ازاي نقدر نفرق ما بين الأسباب النفسية والأسباب العضوية؟ عن طريق الكشف عند الدكتور المختص، بيقدر يعرف عن طريق سؤال المريض عن تاريخ المرض بتاعه، ويعني الموضوع ده بقاله قد ايه، المشكلة دي حدثت فجأة ولا حدثت تدريجيا، لان القصة دي ممكن تفرق لنا ما بين الاسباب النفسية والاسباب العضوية. الاسباب النفسية في المعتاد بتبقى اسباب او المشكلة بتحدث في الانتصاب فجأة، ما بتبقاش مشكلة تدريجية، يعني المريض بيكون كويس جدا مفيش عنده اي مشاكل خالص وفجأة بيشتكي من ان حصل له ضعف في الانتصاب. طبعا بنبدأ نعرف بقى لو في مشاكل في الشغل، في مشاكل في المنزل، في عنده اي مشاكل نفسية زي الاكتئاب والكلام ده، طبعا بنبدأ نوجه المريض لطبيب نفسي عشان يقدر